ومن الفوائد من المعلوم أن الناس إذا فاتتهم ركعة الفجر يعني سنة الفجر متى يصلونها؟ يصلونها بعد صلاة الفجر، هذا أتت به السنة وأقرته، لكن هناك وقت أفضل من هذا، يعني لو فاتتك سنة الفجر فأدركت الناس في صلاة الفجر فلا تصليها بعد الفجر من باب الاستحباب. متى؟ إذا طلعت الشمس وارتفع طلوعها، يعني بعد الإشراق بثلث ساعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلها بعدما تطلع الشمس.